دور اختصاصية التغذية بهالفترة اللي نحن عم نعيشها بلبنان، خاصة هلأ يعني الكورونا، هي أنه تهتم بالأشخاص اللي عم بيكون عندهم سوء تغذية. بلا ما نعرف منحس حالنا عم نضعف، مرات عم نخسر إحساس نستطعم بالأكل أو نشم الأكل أو بضلوا عنا مشاكل بالبلع أو بالتناول الأكل. هون بيجي دورة أنه تساعد هالشخص ليتجنب هالأمور ليحافظ على الكتلة العضلية اللي موجودة عنده وأكيد على المناعة. أكيد غير التغذية الملائمة لازم ننتبه كتير على الرياضة، لازم نكون عم نتحرك، وهالأمور هين نعملها حتى يعني مش ضروري نروح نحن على نادي رياضي، نحن فينا نكون عم نتحرك بيومياتنا، على الأقل لازم نكون عم نمشي شي نص ساعة بالنهار. أكيد تاني نقطة لازم نشرب منيح، ما لازم نترك حالنا إنه ما نعطش، لأنه إحساس العطش يعني نحن جسمنا كتير ناقص من السوائل. كتير مهم كمان نكون عم ننام، في كتير عالم عم بتكون يمكن تعبانة أو عندها قلق أو خاصة بعد الكورونا ما قدروا كتير ناموا مثل ما لازم من الخوف. النوم لازم يكون إذا فينا 7 إلى 8 ساعات إذا أمكن. هلأ طبيعة الحال كل ما فينا نحنا ما نكون عم ندخن أو ما نكون بمحل فيه دخان أكيد كتير أفضل لقلنا ولصحتنا. نعرف نحن أنه هلأ بالظرف يلي عم نعيشه بلبنان يمكن عم تنقطع الكهرباء، عم بيكون في عنا مشاكل اقتصادية، مشاكل أكتر عم بتزيد أنه يصير نحن عرضة أكتر للتسمم من الغذاء. أكيد لازم كتير منيح نغسل إيدينا بالماء والصابون وننظف دايما المساحات محل ما نحن نكون عم نحضر الأكل، ما لازم نخلط الأكل الني مع الأكل المطبوخ. واليوم كوننا نحن بشهر رمضان الكريم أكيد كتير مهم إنه الأشخاص اللي عم بيصوموا إنه من الإفطار لحديت السحور يكونوا عم بيقسموا هالوجبات الغذائية. مش ضروري إنه نكون نحن عم نشكل وناكل كميات مهولة من الأكل، فينا الطبق الأساسي يكون المهم يكون مرتكز على فئة من النشويات اللي هي فيها تكون البطاطا، الرز، المعكرونة، الحبوب كتير مفيدة لأنه الفاصوليا، الحمص، العدس، هي غير إنه هي نشويات فيها مواد بروتينية. فإذاً إذا نحن ما قدرنا كتير نقدر نجيب يعني مثلاً اللحمة أو الدجاج أو السمك، فينا نكون عم ناخد البقول بساعدونا، بلس نحن فينا نكون عم ناخد البيض، بياض البيض كمان كتير مهم ومفيد، ومع الخضار اللي نحن بدنا نكون عم ناكلها. لنتجنب نكون عم ناخد كتير حلويات، فينا نكون عم ننقي مثلاً يمكن الحليب ومشتقات الحليب أو الأجبان أو حتى البودينج، فينا نعملهم كاسترد أو مهلبية، في يكون على نستعملهم كحلويات مع الفاكهة أو فواكه مجففة، بنكون عم ناخدهم كأنه سناك. ونتجنب نكون عم ناخد السوائل يلي هي مضرة للبول كرمال لما نخسر سوائل أكتر خلال النهار. شو تعليقك دكتور عبيد على اللي قالته اختصاصية التغذية سيدة هند دخيل عبود؟ أنا بوافق يعني 100% على النصائح هذه.